السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو عن اشهر عطر مؤخرا، وهو اللي كانت الوجه الاعلاني بتاعه ياسمين صبري. الحقيقة اول ما شفته ما لفتش نظري خالص، اسمه اريبيان توباكو، وده كفيل انه ما يخلينيش اجربه. قلت بقى عطر شرقي مدخن جديد مناسب للرجالة اكتر، بس اللي حفزني اكتر ان انا اجربه كان لقاء اتعمل مع ياسمين صبري، وشكرت فيه قوي وقالت انه مميز، وان دايما اللي لما هي بتحطه يعني بتتسأل عليه. فالحقيقة الموضوع شدني قوي ان انا اعرف البعد العطر بتاعها، وسبحان الله قدرا لقيت منه 10 ملي تقسيم، فقلت لازم اجربه واقول لكم رأيي فيه. العطر فيه توباكو وسوسن وزعفران وكراميل ونوتات زهرية وتونكا ومسك وعنبر وباتشولي وقهوة. طبعا كراميل انا لازم اجرب. فالعطر ده اول ما رشيته في البداية خالص انا شميت مزيج جميل جدا دسم من القهوة والكراميل، تحسي كده كأنك بتشمي لاتيه بالكراميل. بعدين بيظهر الزعفران كنوتة سبايسي باردة بتديكي فايب زي النعناع بالظبط، فين ريحة النعناع فيها حتة كده بتديكي شعور بارد عام زي الشامبوهات بتاعت الشعر كده لما يبقى فيها نعناع بتدي احساس ساقع، هو في احساس ساقع هنا، فتحسي في برودة في الفايب بتاع السبايس اللي طالع، وبتفضل ظاهرة ومسيطرة حبة كده، بس في الخلفية بيبقى في لاتيه كراميل واضح برضو. بعد دقايق بيبدأ يظهر نوتة تبغية اقرب بالنسبة لي انا لريحة الجلد، يعني ريحتها مش تبغ مدخن كأنك شم ريحة تبغ تبغ، لا هي فيها احساس كده شوية قالب على جلد معايا، تحس التبغ هنا انعم شوية من ريحة التبغ العربي. وده طبعا كان مأخذ متاخد على العطر ده انه اسمه اريبيان توباكو، المفروض ان التوباكو فيه ريحته عربي، وده برضو اللي ضايق رجالة كتير من العطر ده ان هم مش شامين في العطر ده ريحة الدخان العربي اللي هم مستنين. كتير برضو قالت ان العطر ده التبغ اللي مستخدم فيه هو تبغ يوناني بيبقى اخف من التبغ العربي. العطر ده ريحته بالنسبة للنساء هو ريحة تبغ بس مش مدخن، يعني عارفين لما تبقي لو شميتي ريحة التبغ الجاف، لو حد فيكو كان عنده حد بيدخن في البيت وشم ريحة التبغ وهو جاف من غير ما يبقى يعني مشتعل، فكرة ان هو يبقى مشتعل بقى بتحسي انه بيطلع دخان، لا العطر ده ريحة التبغ فيه مش مطلع دخان، ريحة التبغ فيه جافة. هيفهم قصدي قوي الناس اللي هي ان قوي في عطور التبغ، الناس اللي جربت سموكت فانيلا بتاعت سيوا، وكمان اللي جربت كيالي شوجر باتشولي، فهم قوي معنى ريحة التبغ هنا اللي جاية بشكل جاف وفي نفس الوقت مش قوية قوي زي ما ناس كتير قوي عايزاها، ولكن موجودة وملحوظة تقدري انك تشميها. بس عشان اسم العطر اريبيان توباكو الناس تخيلت ان التبغ اللي موجود هنا تبغ تقيل، او العطر ده عطر تبغي من الدرجة الاولى، عشان كده العطر ده كان محبط للرجال بالذات. التونكا داخلة بشكل مش واضح قوي بالنسبة لي، ممكن يكون داعم اكتر للكراميل او لريحة القهوة. برضو الباتشولي مش داخل بشكل قوي قوي زي ما انتم متخيلين، لا داخل بشكل كويس صراحة. العطر ممزوج بشكل محترف، مفيش حاجة فيه مسيطرة اكتر من التانية، تحسي كل المكونات داخلة بالتزان. يعني عامة انتي لازم تحبي التوليفة كاملة على بعض، ما اقدرش اقولك ان ده عطر توباكو، ما اقدرش اقولك ان ده عطر قهوة، هو عطر فيه توليفة كاملة. العطر عامل زي فوكس التصوير، تركزي على ريحة القهوة تحس انك مش شامة غيرها، تركزي على ريحة التبغ تحس انك مش شامة غيرها. فهو بالنسبة لي عبارة عن ريحة كافي شوب من اللي هو اساسه كله معمول بالجلد الاسود، واجواءه هادية تحسي كده بفخامة برقي، عامل زي ريحة مكتب شخصية غامضة شغل فيها الدفاية، كل الاساس بالجلد الاسود، وحاطط في الركن فيها الكافي ماشين بتاعته، وعامل كده زي قاعدة كده يقعد فيها يشرب القهوة بتاعته ويقرا فيها كتاب. ده بالنسبة لأجواء العطر. إحساسي أنا بقى بالعطر كأنثى، العطر ده لا يمثل أي أنثى إطلاقا. أولا العطر أول ما بترشيه أنت بتشمي ريحة الكراميل التحفة الجميلة، أو بتشمي فعلا ريحة اللاتيه بالكراميل، الريحة الجميلة اللي أنا بحبها جدا وببقى مستلذياها وبحسها غنية كده ودسمة وحلوة قوي. ده في البداية الكلام ده بيدوم حوالي 10 دقايق، بعدين بيبتدي العطر بقى يظهر فيه الزعفران، وبعد الزعفران بتبتدي تظهر معاكي نوتة القهوة بشكل مر. يعني العطر ده كان كل ما يبرد كل ما كانت ريحته بتبقى مرة اكتر، وياريتها حتى واضحة دي بتبقى بهتانة. فريحة العطر على الهدوم تحسي كأنك مثلا بتشمي ريحة هدوم حد لسه جاي من كافي شوب، لسه جاي من سهرة، لسه جاي من على القهوة.
هو كان في مكان بيدخنوا وبيشربوا قهوة فيه، هو ده اللي انت هتقدري تفهميه من العطر. ولكن العطر ده بصراحة كان مخيب للأمال جدا بالنسبة لأي أنثى. يعني أنا متخيلة أي حد هيحبه ويحب افتتاحيته بس، لكن مجرد ما العطر يبتدي يبرد وابتدي ريحته تبقى بهتانة كده على الهدوم مش هيحبه خالص. انا العطر ده ارتديته ارتداء كامل، جربته اكتر من مرة على الجلد، وكل مرة ببقى مستمتعة بيه جدا. اول 10 دقايق ربع ساعة بعدين بيبتدي العطر يبقى مر وبهتان، فريحته كأنك بتشمي حد من بعيد، رغم ان انت بتبقي شامة هدومك انت قريب جدا، بس هو ثابته كويس. يعني بيفضل ثابت بس بهتان، يعني ريحته بتبقى لازم حد يقرب منك قوي عشان يشمها. ان كفواحان ضعيف، يعني حتى فواحانه على هدومك انت ضعيف. انا شايفاه مثلا ممكن نقول فواحان متوسط عشان نبقى منصفين، بس بالنسبة لحاجات ابراهيم القرشي او للعطور اللي هي في اللاين بتاع توباكو ده اعتقد ان ده اضعفهم. لو هكلمكم عن اكتر حاجة فكرتني بيه هو كيالي فانيليا شوجر باتشولي، بس عايزة اقولكم ان كيالي احلى منه بمراحل، جودة وريحة وثبات. يعني لا بجد احلى منه بمراحل، وتحسي وانتي بتشمي العطر انتي بتتمزجي، يعني بتشمي حاجة كده بتتنقلي بمراحل زي ما قلت لكم قبل كده، بتشمي حالة. لكن العطر ده تحس انك بتشمي مكان، يعني حتى لما بيهدى على الهدوم تحس ان انت يعني عارفين لو كان البني ادم ده كان في مكان معين، فريحته للأسف الشديد يعني ما كانتش مرضية ابدا بالنسبة لذوقي. ولكن انا هسيبه برضو للشتاء، ممكن في الشتاء احبه اكتر، ممكن ريحة القهوة المرة دي احبها اكتر في الشتاء. والاغلب انا هعمله ميكس مع حاجة فيها فانيليا، وبفكر جدا اعمله ميكس مع نبراس عشان اقدر احس بالجمال بتاعت الريحة بتاعته. وبس كده يا بنات، هو ده كان الفيديو، يا رب يكون عجبكم ويا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله اشوفكم تاني في فيديو جديد، فيديو ريحته احلى. مع السلامة.